الحب في قلبنا درجات تفرق من واحد للتاني. الحب يقربنا ساعات وحب بيتقال في أغاني. الحب في قلبنا درجات تفرق من واحد للتاني. الحب يقربنا ساعات وحب بيتقال في أغاني. محدش هيساعدك غيري. طول عمرك بتقول انك حاطط استيكة في جزمتك عشان تمسح اللي وراك. البلوة تبليك وتجيب اللي فيها فيك. احنا لازم ننجز في السريع قبل ما يحصل في الامور امور. الكلام ده مالك؟ هو مش في عقد؟ حياة ربنا لو مديت ايدك عليا تاني انت حر. انا حبيتك يا مريم، حبيتك لدرجة ان انا كنت بعجزك انك ما تبعديش عني. البي كان مصورك فيديو. انا ما بتنسبش عليا. أنا قلت لك تقتل. ما حصلش. البي اللي كان عامل لي فيها غضنفر قلب قطة بلدي. طيب يا ريت تبلغيها إن قضية عمها نزلت جلسة. يا لوجي بنتك مش أنا. مش هقعد أنا ابني في سنين وتيجي أنت تهد في يوم. ده أنت طلعتي ولا نزلتي؟ حتة سكرتيرة. بس ما تنسيش إن حتة السكرتيرة دي هي اللي جابتك هنا. أصل في ناس زيك كده بيقطعوا برزقهم. لو أنت ستة محترمة كان حاجة من دي حصلت. انا حجزتلك هولندا وفيزتك شنغن، تقدري تروح اي مكان في اوروبا. كريدت كارد اللي معاكي هفتحهولك وهحولك فلوس على حساب هناك.
خدي ده كمان خلي معاك احتياطي. السواق اللي جاي لك هسيب لك معاه 5000 يورو كاش لحد ما الفلوس توصلك بكره ولا بعده. بتتعامل على اني خلاص وافقت؟ العربية جاية الساعة 7 وهتوصلك المطار، واللي أنا عايزه هيتم. مش هقعد أنا ابني في سنين وتيجي أنت تهدي في يوم. رايح فين؟ رايح أفضي دماغي لشغلي بقى. ما أنت طول عمرك مفضي دماغك لشغلك وبس. مش هي دي الحقيقة؟ لا. راجع الشريط كويس وأنت تعرفي الحقيقة فين. الحرس اللي بره عندهم تعليمات ما تخرجيش غير في العربيه اللي هتوصلك المطار، مفهوم؟ اوكي موافقه بس بشرط. بنتك هبعتها لك تسلم عليها قبل ما تسافري، ولو اني عارف ان مش ده الشرط اللي في دماغك بس قلت احرجك. يمكن تحسي مره ان بنتك اهم من اللي بتفكري فيه. أنا ما يتشرطش عليا، أنا أشرط على أمة. يعني هو عشان يصالحنا يلوي دراعنا؟ يا ستي نسمعه الاول، وبعدين احنا ما عندناش دراع نتلوي منه. يا سلام ما بدري. معلش انشغلت عنك، انا في الطريق حالا. اوكي مسافه السكه ان شاء الله. باي. سيد هو مهرش المدام تخرج من هنا على العربيه اللي هتوصلها المطار، مسؤوليتك. هو في ايه؟ ولا حاجة، أنا لازم أمشي. تمشي تروحي فين؟ لو كده بس أنت لو سمحت. مسك الجاكيت. طب هاتي دراع. من غير دراع. من غير دراع إزاي؟ محطها حط من غير دراع. طب هو موضوع عمك. بعدين. عمرو يلا يلا. نوها بليز خلي رامي ما ينساش الميزانية اللي قلت له عليها. طيب الميلات المتأخرة مين هيرد عليها؟ مالك مش عايزاني معاكي؟ بليز قول للناس إن إحنا في الأسانسير يحضر العربية. باي باي يا رامي. هو في إيه يا أستاذ رامي؟ آنسة نوها بتنادي ولا حاجة؟ لا. طب عندك واتساب؟ اه. يا خسارة أصل أنا ما عنديش، بس ناوي أشتري 2 عن قريب إن شاء الله. هي الناس دي متصربعة هنا كده ليه؟ وده ايه ده ان شاء الله؟ مش عايز اسمع نفس، خش يا رنا. ما اتفقناش على كده. البنت تدخل اوضتها الاول وبعدين نتكلم، اتعلمي بقى. رنا يا حبيبتي، خش على اوضتك وما تخافيش، انت هنا في بيت بابي، يعني بيتك. بابي؟ ده حاجة حلوة خالص. اسبقيني يا رنا وانا هحصلك. بس يا بوبي، مش حضرتك وعدتني ان احنا نكلم مامي سوا ونطمنها؟ يا روحي، هو بابي وعدك تكلموا مامي سوا؟ طب ما تيجي نكلمها احنا كمان سوا. ممكن ما تتدخليش؟ جرأة يا حازم، انت هتعلي صوتك عليا قدام بنتك ولا ايه؟ ما تلم الدور يا دكتور. لم انت نفسك وحط لسانك في بقك لغايه ما تفهمي ايه اللي حصل بالظبط. انا هكلم مامي يا حبيبتي واجيب لك التليفون لحد عندك عشان تقولي لها على التليفون اللي انت نسيتيه وتجيبه لك. بس يا بابي انا ها عايزه. ها احنا اتفقنا على ايه واحنا جايين؟ الصغيرين ما تدخلوش في حاجة الكبار، صح؟ في ايه بقى؟ في ان بنتي هتعيش معانا من النهارده. تعيش معاك من النهارده اللي هو فين يعني؟ هنا في بيتي يا وسام. اللي هو بيتي انا كمان يا حازم، ولا انا مش واخده بالي؟ تاخد قرار زي ده لوحدك ازاي؟ ايه عملهولي مفاجأة؟ في ايه يا حازم ما تفهمني؟ ما بقتش فاهمة حاجة خالص. أنا مش ممكن أسيب بنتي تعيش في جو زي اللي هي عايشة فيه وأقف أتفرج. مش ممكن أخليها تعيش مع واحدة مستهترة زي اللي اسمها مريم.
انا حبيتك قوي يا مريم قوي، حبيتك لدرجه ان انا كنت بعجزك انك ما تبعديش عني. بالمناسبة أختك ما دفعتش ورقة من ليم عشان ورقة الطلاق دي، وتقدر تسأليها. ايه ده؟ ايه؟ كنت بدور على بلاعه في شنطتي؟ اه امال ادور عليها فين يعني؟ في البرا بتاعك؟ ليه سي؟ انت في ايه يا مريم؟ مالك محسسني ان انا بسرقك ليه؟ انا ما قلتش كده. كنت ناقص تقولي كده كمان. على العموم الولاعه بتاعتك ايه؟ مش عايزها. يا حبيبي مش قصدي، بس انا ما بحبش حد يدور في شنطتي. انا مش حد، أنا جوزك. وبعدين بذمتك هشوف إيه أنا في الشنطة أكتر من اللي أنا بشوفه؟ وبعدين ريحة الفانيلا الحلوة دي؟ أنت متعود عليها لسه شاممها؟ بابا؟ يعني راجع النهارده بدري من العياده. بدري ايه يا مريم؟ الساعه داخله على 2. كنت فين ده كله؟ كنت مع اصحابي. اصل كنا في الزمالك وبعدين جوعنا قلنا نروح نتعشى في حته ولسه مخلصين. طيب موبايلك مقفول على طول ليه كده؟ اصله كان فاضي من البطاريه وما جاش في بالي. واضح ان في حاجات كتير ما بتجيش في بالك الايام دي. عملتي اللي قلت لك عليه؟ انكل ناصف بيقول لك انه ما لقاش الخاتم اللي انت كنت بتسال عنه وبعت له صورته، ف جاب لك خاتم تاني نقاه على ذوقه وبيقول انه فيه دايموندز اكتر. هي اختك اللي حباها، هي اللي عايزه كده. Madam Malak, what happened today? She has to know that Rana is not around. When she comes back, she will definitely blame me or even fire me from work. اقلعها، خلي الحاجه في العربيه يا ناصر. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. مش قلت لك ساعه ونص بالظبط؟ انا كنت فاكراها اطول من كده. لا لا، انت عارفه لما الطريق الجديد يتعمل نوصل هنا يا دوب في ساعه من القاهره. طب كويس. اهلا وسهلا، ازيك؟ عمرو مهندس وائل مدير المزرعه. اهلا وسهلا. دلوقتي هنروح نغير لبسنا عشان يعقمونا. ايه يعقمونا دي؟ انا متعقمه. لا لا، ده خطر على البقر.
هو ايه اللي خطر على البقر؟ كريمات والبرفانات دي خطر على البقر صدقيني. وبعدين معاكي يا لوشي، هو انت جايه تسلمي عليا قبل ما اسافر ولا جايه تعصبيني؟ انا مالي انا بأنك المفيد ومراته اللي ما بتشربش سجاير؟ دول ناس عواجيز يا حبيبتي وخايفين على صحتهم. طب ما ماما نور صاحبتي. وبعدين معاكي يا لوشي. الله اهي. هو انت هتفضلي قاعده هنا في البيت بعد ما اسافر ولا هتروحي لأنك المفيد تاني؟ لا، بابي قال لي ان اسلم عليكي وارجع تاني عند أنك المفيد، اصل هو ما انتوش اولاد وبيفرح بيا. ربنا يفرحه كمان وكمان. العربيه وصلت يا باي. روح قلبي، هكلمك لما اوصل. انت كل مره بتقولي كده وما بتكلمينيش. لا هكلمك المره دي، هتكلم. نضيلي هنا كمان. حاضر يا فندم. لما انت عارف انك هتصالح مراتك وانك في الاخر هتجيب ورا وتيجي تتنازل، عملت المحضر من البدايه ليه؟ كنت ريحت دماغك يا جدع. معلش يا فندم، قله عقل. قله عقل؟ ماشي، تعيش وتاخد غيرها. شكر قوي يا حضره الضابط. ده العفو على ايه؟ بس بلاش الله يخليك المره الجايه تيجي تكبرها وتعملها الشروح في قتل. ان شاء الله ما فيش مره ثانيه. نقوم احنا بقى؟ نقوم احنا. شكرا يا فندم، شكرا. يلا.
طب يا خالد بيه تصورني باي حاجه تانية؟ لا يا فندم شكرا. هات 200 جنيه ثانيه يا متر. هات 200 جنيه. شكرا يا متر معلش تعبتك معايا. ما تقولش كده، انا في الخدمه يا خالد بيه. لا يا فندم ده شرف لينا. بقول لحضرتك ايه، انا الفتره الجايه هحتاجك كتير يعني. حضرتك كلمني في التليفون هتلاقيني قدامك. ماشي يا فندم. على اذنك يا فندم. ماشي مع السلامه. الله يسلمك. مع السلامه. انت وافهم بقى ايه اللي حصل يعني عشان كل ده. بعدين هحكي لكم بعدين. هو انت مش ملاحظ يا ليس ان انت بتخبي علينا حاجات كتير؟ يا عم اخبي عليكم ايه، بقول لك بعدين في حوار كده في دماغي اول ما اخلصه احكيه لكم. لا انا ماليش دعوه، انا عاوز اعرف دلوقتي. مش هينفع. ليه بقى كده؟ عشان بقول لك في حوار هخلصه بعدين. هو انا ليه حاسس بقى ان اختها ورا كل الحوارات اللي بتحصل دي؟ اهو صح، هو بيتكلم صح. ما هي اختها ورا كل الحوارات دي، وشرف امي لفش خمانك دي نصين، وبكره تقول لي سياد. يلا بوريني بقى تعمل ايه. منورين. شكرا. ثانيه واحده من فضلكم. اتفضل. ايوه اميره. وده سبب يخليكي تكلميني 100 مره وتبعتي لي مليون مسج؟ واجي لحضرتك اي حته، الجوابات دي لازم تتمضي النهارده. حضرتك قايل في الميتنج انه بعد يومين لازم هتحط حجر الاساس. ما حطيتيهمش الصبح ليه على مكتبي؟ كنت مضيتهم. ما حضرتك نزلت على طول بعد ما قابلت عماد القط، وبعدين ما كنتش بترد على التليفونات ولا حتى على تليفون ملك الجرحي لما جت سالت عليك. يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ ما هو انا النهارده لازم امضيهم من حضرتك، لازم اشوفك ضروري. استنى هنا ولا اجي لك على البيت؟ لا يا اميره روحي. روحي وسيبيهم لي الصبح امضيهم. ما اعرفش راجع امتى. يلا مع السلامه. التليفون ده أسوأ اختراع في الكون، على قد ما فيه مميزات على قد ما هو مليان عيوب. فعلاً حاجة مزعجة، عندك حق. تحس إنك متاح لكل البشر، ولو في يوم ما ردتش على حد يزعل منك. أنا لما أحب أفصل أشد الفيشة واللي يزعل يزعل. أنت بقى، بس مش كل حد يعرف يعمل كده. الحياة اختيارات؟ للي يعرف يختار. تليفونك بيرن أهو، ممكن تردي وممكن ما ترديش. أديني اخترت يا سيدي. شفتي بقى؟ مرة اتنين بس، وبعدين مش كل مرة يعرف يختار الحاجة الصح. شوف يا ملك، أنا معاك إن في ناس كتير بتمشي حسب المفروض عليها. أنا أحب أفرض اللي الناس تمشي عليه. تاكل فطير مشلتت؟ آكل فطير مشلتت. تاكل بالإيد الفطير المشلتت. أحلى حاجة. شكله حلو قوي. بالهنا والشفا. ميرسي. عمر. عمر عمر يا نادين دي. بالهنا والشفا. رايحين بيه على فين؟ ده مش طريق المطار. انا قلت لسيادتك ان احنا ناخد طريق مختصر عشان الزحمه. انت هتستعبط؟ طريق مختصر ايه؟ بقول لك قول رايحين بيه على فين. دوس بنزين. اقف هنا. اقف. بقول لك ايه، اهدي بقى وعدي ليلتك دي. انا معايا امر اخلص عليك لو عملت اي دوشه. تخلص على مين يلا؟ بقول لك اقف هنا. اهدي بقى. سامحني بقى نديم باشا، شغل لنا حاجه هاديه. عارفه ان كل الاكل اللي قدامك ده انتاج المزرعه؟ كله كله؟ كله. طب والميه؟ ده انت بتتلككي بقى. دي تاني مره اتلكك فيها صح؟ تالت مره، انا ما بنساش حاجه. يا ساتر، لا انا بنسى كتير. لا انا مشكلتي ان انا ما بنساش خالص. انا في حاجات كتير بنساها، الا لو حد جرحني او حاول يأذيني. اهو ده ما بنساهوش خالص، يبقى قدامي واعمل نفسي مش شايفاه ولا كانه موجود. يا ساتر، ده انا خفت. انت عايزني اتزوق قدامك والبس لك الوش الكيوت واقول اللي كل الناس بتقوله لبعض؟ اصل انا عيب ان انا متسامحه اخر حاجه، وبنسى القساية، واكتر حاجه بكرهها في نفسي طيبه قلبي. لا طبعا،
إنسانة عادية جدا، بحب وبكره وبعاند وبزعل وبغير وممكن ساعات نفسن كده. خفت أكتر. أنت عايزني أكذب ولا أتلون؟ إحنا هنمثل، مش دي الحقيقة. إحنا كلنا كده. هو إحنا مش بني آدمين ولا إيه الحكاية؟ وبعدين أنا عجباني كده، ما عنديش استعداد إن أتغير وأبقى حد تاني غير نفسي. بالعكس، أوعي تتغيري. أنت متصالحة مع نفسك ومصاحباها وفهماها وبتواجهيها كمان. بس أنا ما قلتلك ما بنساش حاجة، ما قصدتش كل الكلام ده. أمال إيه؟ أنا قصدت إن أنا لما بيبقى عندي حلم أو بتطق في دماغي فكرة أقوم قايم نايم بيها ما انساهاش لحد ما أطبقها، زي المزرعة دي كده. كانت مجرد فكرة. كان عندي 7 سنين وقاعد مع أبويا وأمي وأخويا على السفرة بناكل. أيام بصيت على الأطباق اللي بناكلها وقلت الله، ده كل حاجة من الأكل ده جاية من حتة. طب ليه ما يكونش في مكان كبير بيجمع كل الأكل ده؟ يبقى بينتج كل الأكل ده يعني. ومن هنا جت فكرة المزرعة. وكل ما كنت أكبر تكبر معايا الفكرة. بعدين بدأت أفهم بقى، وأدركت إن العالم كله بيحارب بعضه عشان الأكل ده، لقمة العيش طبعا. وكل الحكومات شغلها الشاغل إنها توفر للشعب لقمة العيش، والناس عايزة تاكل. ولا تقولي لي بقى حرية وديمقراطية وخالتي فوقية، كل ده كلام فارغ ما يجيبش همه. والله العيش ده لو مش موجود تقوم ثورة. عندك حق. استأذنكم معلش. اتفضل يا عمر. التاني يا نديم بيه. عمر. عمر اسمه ايه؟ عمر. عمر سوري. لذيذ قوي. ايوه حمام، شكلنا مطولين يا معلم. انا مش عارف ايه اللي جابني النهارده. لا وانا نازل من الشركه عمال اقول لك باي باي يا رامي زي الاهبل. كنت تعالى، كنت عايز تيجي كنت تعالى. والله انا اللي مصبرني، بس في شويه بط وحمام كده زي الفل، دول اللي مصبرني على اليوم الطويل ده. لا وهي قاعده منفضالي اخر حاجه. يعني هي منفضالك ومقضيها حواديت. عمرو اسمع، انجز 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 وفهمها ان هي ما تتعبش روحها وما تسحبش كهرباء على الفاضي، عشان الكامبين ده مش هيتم وحياه امي ما هيكمل. انا لسه جاي من عند اميره ومرياني ديسيجن اللي اخده المستشار القانوني بتاع نديم. العقد بايظ. افهمه ازاي ده؟ العقد بايظ يا عمرو، بايظ مليان مشاكل، ما كانش المفروض يمضيه اصلا. دهوني هات انا فاهمه. عندي هوني دهوني هات انا فاهمه. ليه ها؟ عندك انت لسانه وانا اللي قطعنه لي؟ ثم انت ما كنتيش معايا اصلا. ده الاخ نوها يا معلم. بيقول لك مش كنتي رحت انت المشوار ده؟ يا ريت، بدل الملل اللي احنا عايشين فيه ده. اسمعني، حاول تفهمها بينك وبينها ايه اللي بيحصل عشان هي ما بتردش علينا، وقول لها ان اميره مولعها حرب. ما اعرفش فاهمها بطريقتك، يمكن تسمع لك. تمام كلموني لما تتحركوا، انا صاحي مش هنام. طيب يلا اوكي. سلام. سوري. كلم مين؟ التليفون كده بيقول لك هي ونديم واكلين دماغ بعض. طب يا رامي، ما هو على فكرة صاحب الليلة دي وهو اللي يقدر يمشي اللي هو عايزه. صاحب الليلة دي كلها؟ امال هو جايب ناس بيشتغلوا عنده بيقبضوا ليه؟ عشان يعملوا قرارات وهو يلغيها؟ لا طبعا. واسمعي، طالما الموضوع فلت من ايدين اميرة يبقى بيركش. انا بحاول افهمها كده بس هي مش مصدقاني. سكوتي، مش انا عرفت مين الليسي؟ مين؟ جوز اختها مريم. لا 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 لا، دي عرفتها ازاي دي؟ بعد ما نديم كلمها وسابت الاستاذ جمال وخدت معاها عمرو، رحت انا بقى ايه؟ خدته معايا في الكلام. لا 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 لا، احكي لي ازاي يعني؟ قلت له بص يا استاذ جلال،
الراجل الملزق ليشي ده اللي كل شويه بيجي المكتب ويعاكنن على ملك، شوف له حل وخليه يسيبه في حالها. راح للغبي قال لي كل حاجه. يعني مريم لو اختها ما تتكلمش دي متجوزه ليه؟ هو انت عينك عليها ولا ايه؟ قفز النمر الجريح على عثمان، واستطاع عثمان في قفزة خاطفة أن يتدحرج بعيد عن الوحش الجريح. بص يا مريم، أنا أكتر واحد عارف إن الكتب دي مش هتسليكي تمام، بس أعمل إيه في عمك؟ شكرا، هو محلفني 100 يمين أجيبهم لك. دي كانت كتبي وأنا صغير. وماما كمان كانت عايزاكي تيجي تتغدى معانا بكره. ليه بس؟ دول مبسوطين قوي من ساعه ما جيت لنا. طيب على العموم فكري، بس هم هيبقوا مبسوطين قوي لو جيتي. قولي بقى اخبار اللابتوب ايه؟ مفيش باسورد وقع منك كده فيسبوك، ميل، تليفونك، ATM حتى. طبعا عموما لو اي حاجه وقفت معاكي يا ريت تقولي لي، انا ابن عمك يعني يا مريم، ما تكسفيش مني. مريم هو انت على طول قاعده في البيت كده ما بتخرجيش؟ تروحي جيم، في تسهري؟ بص انا اسف يعني، بس هو ده بسبب الحادثه؟ ما تخليش الموضوع ده يسيطر عليك يعني، ده وقته هيعدي، ما تحطيهاش في بالك قوي كده. بعدين اسمع يعني انك كنت مقضياها، انا عمري ما جيت عندكم البيت ولقيتك. زمان ايه فاكره سيتي كلوب؟ يوم ما شفتك هناك ودمك نشف لما شفتيني وانت بتشربي. بس انا طلعت جدع، محدش عارف حاجه. لسه بتشربي خالص؟ شاي وقهوة بس؟ أحسن برضو. اتفضلي. مش عايزة؟ يا مالك فيه؟ على طول كده بتشتغل؟ صحيح هنسمع ان عندها بيبي ولد بنت؟ حلوه طبعا، ما فاجئتنيش على فكره. شبهك؟ لازم تبقى حلوه. 6 سنين ما شاء الله، مش بتعيش ولا مره. اكيد قمر ما شاء الله. بصي بابا كان عايزنا اتكلم معاها وبلغها يعني انه هيتنازل عن القضيه. بصراحه انا ما كانش عاجبني موضوع القضيه ده اصلا من الاول، مش عاجبني ان احنا نعمل في بعض كده يعني. انا كلمته في الموضوع ده كتير، بس هو عنده وجهه نظر كده، معرفش بلغها لك ولا لا. بيني وبينك برضو انا نفسي مش مقتنع بيها، مش عارف ليه، بس بحس ان انا بثق في ملك. انت عارف ان انا طلعت الاول على الثانويه العامه؟
في مصر كلها. واو. 99.8. وقابلت رئيس الوزراء وكرموني وشهادة تقدير و250 جنيه وقبضتهم 227.40 قرش بعد الضرايب. طبعا امي وابويا كانوا فرحانين جدا، خلاص بقى الواد هيبقى دكتور زي اخوه الكبير. جيت تنسيق، رحت كاتب رغبه اولى كليه زراعه. ايه ده؟ يعني انت مهندس زراعي؟ اي، ما انا قلت لك بقى الفكره سيطرت عليا، عايز اعمل المزرعه. الزراعه ملك يعني الارض، والارض دي ربنا حط فيها كل اسباب الحياه، حديد، بترول، ذهب، لحد الفول. عشان كده كان عندي حلم اتملك حته ارض على الكره الارضيه. احلى شعور في العالم ان الواحد يعمل حاجه اللي هو بيحبها. طبعا انت عارفه ان الشباب مظلوم في بلدنا جدا، لانه ما بيخشش الكليه اللي بيحبها، بيخش الكليه اللي التنسيق بيوديها له. عشان كده كل ما قابل رئيس الوزراء سيبيه ياكل براحتك، كل يا عمر زي ما انت عايز، كل واللي يفضل نوديهولك لحد البيت. خليك انا دي الاكل بصراحه حلو. فالف هنا وشفا. انت عارف اما قابل رئيس الوزراء ولا وزير التعليم قال لهم ما تلغوا التنسيق بقى، الغوه وخلوا الكليات تعمل اختبارات الطلبه تخشها، واللي ينجح فيها خلاص يبقى داخل الحاجه اللي بيحبها وموهوب فيها، وبعد كده يطلع يشتغل الشغلانه اللي بيحبها. هي فكرة هايلة، بس اللي ينفذها بقى. هذا احنا بنقول ان شاء الله يفهموا. تليفونك. لا بقى، ما خلاص هعمل زيك النهاردة واشيل الفيشة. غريبة قوي الطناش بتاعها المرة دي، عمرها ما عملت كده، مش عوايدها يعني. انا ما شفتش كده، بالصبح بكلمها ما بتردش. مش معقول ما حدش قال لها على اللي حصل. مصيبة لا تكون ما صدقت. صدقت؟ ما صدقت يعني ايه؟ حد ظهر في حياتها قالت لك انا تمام قوي كده، ارمي البيت تبقى رافعه على ابوها واخلص ورايح دماغي. حد ايه وسبت ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ مالك ما تعملش كده، دي بتموت في حاجه اسمها رنا. وايه يعني ما تموت في رنا وفي المز اللي هتتجوزه؟ مز ايه وكلام فارغ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ الله، ومالك اتحمقت قوي كده يا دكتور الدكاتره؟ على فكره هي مش هتعيش على ذكراك، ولا هتحرم الرجاله بعدك، ولا هتترهبن بقيه حياتها، مصيرها تتجوز. إن ما كانتش عاملة كده أصلاً في الدرة، الأشكال دي ما تعرف لهاش هاي من داي، وقطع درعي من هنا، إذ ما كانت مصاحبة ولا متجوزة عرفي ولا يمكن كمان رسمي بس مخبية. أنا هقوم أشوف رنا نامت ولا لأ. مش عاجبك الكلام، ما يعجبكش تقوم واخد بعضك وماشي. بالعقل كده، واحدة طول اليوم ما سألتش على بنتها، لو كانت كلمتها على الموبايل اللي هي نسيته عندها ما كانتش ردت، كانت كلمتهم فكانوا حكولها اللي حصل فكانت كلمتك. ولا حاجه من دي حصلت. ليه؟ لان هي مش مركزه، هي مش موجوده اصلا. ما يمكن تكون مكسوفه ترد عليا لما قالوا لها ان انا شفت اختها مع راجل غريب. ومين قال لك يا اخويا انه غريب؟ ما يمكن قريب. البيت ما قالتلكش ده يبقى مين؟ لا، هي جريت على طول، والواد برضو خد بعضه ومشي. ما انا حكيت لك يا اسامه، انا هفضل احكي لك 100 مره. ولا 100 مره ولا 200 مره، خلاص الجواب باين من عنوانه. انت لو سبتها لي يومين اتنين بس احطها تحت عينيا هجيب لك قرارها، والله العظيم الموضوع ده فيه راجل. صراحة ما اتشبعش من القعدة دي. ميرسي قوي على اليوم الجميل ده. على ايه بس، تعالوا كل يوم، انتوا نورتوني والله. شكرا. يلا. لا، يمكن عايز تاكل حاجة كمان. لا تمام. شكرا يا ملك. فين شنطتي؟ الشنطة ايه؟ كنت قاعدة، معرفش ايه اللي جابها هنا، قاعدة عليها طول الوقت. شكرا نديم بيه، شكرا جدا، نورتوا نورتوا. اتفضلي. بليجر. طبعا ناصر نايم كالعادة، صحية يا عمر؟ لو تعبانة ابعت لكم سواق من عندي. لا ميرسي، بجد بجدك سواق. أنا عمر، أنا عمر. يلا هنمشي. هو بيصحى. ميرسي يا دكتور. مع السلامة. ثانك يو سو ماتش. نورتي. باي باي. باي باي. انت على طول نايم كده يا ناصر في اي حته نروحها. بس كان يوم حلو. جدا. ايه يا عماد؟ حصل لها ايه؟